المجلس الوطني للسياحة هو موجود على الورق منذ سنة 2002. خلال عرضنا لمخطط إنعاش السياحة على مستوى مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر، أصدر السيد رئيس الجمهورية تعليماته بإعادة تفعيل هذا المجلس. طلب السيد رئيس الجمهورية هو أمر أن إدخال المتعاملين والنشطاء في مجال السياحة والفنادق والإطعام، واللي عملنا على مراجعة على اقتراح مشروع مرسوم رئاسي من خلاله تمت مراجعة التركيبة لهذا المجلس، واللي خرج في الجريدة الرسمية، وهو حاليا موضوع سيكون هناك تنصيب هذا المجلس إن شاء الله خلال هذا الشهر بإذن الله. على هامش، وهذا ما يجرني للإجابة على السؤال الأول تاعك، على هامش الندوة الوطنية التي أمر بها السيد رئيس الجمهورية لإعادة بعث قطاع السياحة.